المصري، ألا يحق لي كامرأة مسلمة يتزوجني الرجل بأن يقول زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله، لما أجي أعيش جوه البيت أعيش طبقا للغرب زي ما هو عايز وبعيدا عن سنة الله ورسوله؟ أنا عايز أقول إن الأسرة، الأسرة هي ما اتكلمتش على البيت برضه، خلي بالك. لا ما أنا بتكلم على أحكام، على أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص إيه؟ في طيب. هنا فيما يخص الطلاق والزواج. لا فاضل لي حتة كمان. طب والنبي الحتة بسرعة. حاضر. بالله عليك. من عيني حاضر. فأنا عايز أقول إن إحنا دورنا مع الراجل دور تكامل للأدوار، مش دور لا توازي ولا تضاد. لا مش موافقة على الكوتا ومطمنة للدستور بإذن طبعًا. الله. طبعًا. طيب. تعليق أخير عشان أسأل سؤال أخير. هتعلق تعليق ولا أخش على السؤال؟ لا أدخل على السؤال. طيب بالنسبة للدكتور مرسي، كيف ترى الأمر دلوقتي؟ الدنيا رايحة لفين للحكاية؟ متفائلة مع الرجل ومدياله دعمك، ولا حاسة أنك زي ما أنا بحس من تعليقاتك دايما على الفيسبوك أنه هو مش في الحكاية؟ لا ما هو لسه ما بقاش في الحكاية، هو لسه مش واخد باله من رئاسة دولة مصر تبقى عاملة إزاي. لا لسه، وكل ما بيتأخر كل ما بيأذينا كلنا. احنا بنتكلم والتتر نازل. كل ما بيتأخر كل ما ده بيأذينا 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 بيأذينا. يا دكتور مرسي، يا دكتور مرسي من فضلك اعرف قدر مصر واعرف يعني ايه رئاسة مصر. 10 ثواني. الدكتور مرسي نموذج محترم متفرد للحاكم المصري المتميز، في أقل من 3 شهور رفع رأس مصر عالية بعد ما كانت مصر قزمها النظام السابق. والإصلاح داخل مصر يحتاج إصلاح من المواطنين لأنفسهم، ثم إصلاح رئاسي وحكومي. أستاذة عزة الجرف، نائبة مجلس الشعب السابقة عن حزب الحرية والعدالة، عضو لجنة تأسيسية، بشكرك شكرا جزيلا. أستاذة مريم ميلاد، مؤسسة حزب الحق كمان، بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر كل مدعبتكم الرائعة والجميلة على الهوى، وأسف للإطالة، وبشكر سيادتكم. غدا وزير الأثار يجيب على الأسئلة المهمة عن أثار مصر، وهي جزء أصيل من هذه الحضارة، ومن الأمس واليوم والغد الأثار مطمنين عليها، اللي راح منها في الفترة اللي فاتت ايه، وايه المشاريع اللي هتفتح جديد. وزير الاثار في حوار خاص لمحطة مصر. حتى حين هذا الموعد خليكم دايما فاكرين ان محطة مصر اذا اراد الله هتفضل سكتنا ليكم. الى اللقاء.